أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. کائنات کے اس عظیم و شان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لائن پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم موجود ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں. ناظرۃ القرآن، ترجمہ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز، محمدی، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ فرمائیں اور فی الفور ہماری خدمات حاصل کریں.